نادي تلاميذ السنة الرابعة متوسط، اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه غادي نديروا هذا جامع السلطان أحمد. بديت نشرح عاودت تروحي تاني، مش علاش الكاميرا، معليش. بسم الله على بركة الله نبدأ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديت نكتب عاود تروحي، مانيش راني نهضر وحدي. The Blue Mosque or سلطان أحمد Mosque، يعني الجامع الأزرق أو جامع السلطان أحمد، is one of the most famous building in the world. قال لك هو من أشهر المباني، building هما المباني المشهورة في العالم. It is located، يعني يقع in Istanbul, Turkey. هو يقع في إسطنبول في تركيا. It was constructed، يعني بناوه، بناء أنا located يعني يقع. هادو هما الأفعال اللي تصيبوهم اللي تسحقوهم في هذه الوحدة تاعنا. Was constructed يعني بناوه between 1609 and 1616، بناوه ما بين 1609 و 1616. It has an impressive dome، عنده it has يعني لديه an impressive dome، يعني قبة، هذيك القبة رائعة. impressive يعني رائعة. which is 23 meters، اللي فيها 23.5 meters in diameter. القطر تاع هذيك القبة فيها 23، غير القطر تاعها فاصل 5 ديامتر، يعني القطر تاعها قطرها كيما قطر الدائرة. and 43 meters high، و 43 متر هاي يعني الارتفاع تاعها. the building is not just mosque، هذا المبنى هو ليس مسجدا فقط. It is also هو أيضا it is also هي أيضا a social life complex، هو ماشي غير مسجد، هذا المسجد الأزرق هو مسجد وأيضا مجمع. social life complex، complex هو المجمع، هو مجمع للحياة الاجتماعية، يعني فيه تما كل شيء، كاع المرافق الاجتماعية تقاهم تما. The Blue Mosque is one of the greatest tourist attractions in Istanbul. هو هذا الجامع هو من أعظم المناطق اللي تجذب السياح، للجذب السياحي، صحيح؟ نعاود نقراها لكم ولادي. هذا The Blue Mosque of Sultan Ahmed، The Blue Mosque or Sultan Ahmed Mosque is one of the most famous building in the world. It is located in Istanbul, Turkey. It was constructed between 1609 and 1616. It has an impressive dome which is 23.5 meters in diameter and 43 meters high. The building is not just a mosque, it is also a social life complex. The Blue Mosque is one of the greatest tourist attractions in إسطنبول. بهذا ولادي خواتاتي نكونوا قد أنهينا الفقرة تاعنا، وإلى مواضيع مقبلة إن شاء الله. ربي يحفظكم وليداتي خواتاتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.